أوكي، يعطيكم العافية. اليوم الميتينج راح نعمله، بدي أحكي لكم عن 3 نقاط مهمين. النقطة الأولى كمان للناس ضروري اللي ما حضروا المحاضرة اليوم، العدد قليل طبعا، ما في عندي سوى 8 طلاب، من هذا الإشي ما بدنا إياه بالمرات الجاية يتكرر. الطلاب اللي مش حاضرين ضروري يسمعوا هذا الريكورد، لأنه نحكي عن 3 شغلات مثل ما حكيت لكم. النقطة الأولى إنه الأسبوع الجاي يوم الأربعاء ما في ميتينج، أوكي؟ ما رح يكون في ميتينج لظرف عندي، فبلتقي فيكم المرة القادمة الأربعاء اللي بعد الأربعاء الجاي، أوكي؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكيها، المادة مثل ما اتفقنا إنه كل اثنين بنزل لكم الماتيريال اللي هو التشابتر اللي عندنا بهذاك الأسبوع على شكل PowerPoint Slides زائد URL اللي هو اللينك للمحاضرة، بيكون مرفوع على الجوجل درايف. هلأ بالنسبة لمحاضرة المرة الماضية اللي هي كانت Barriers to Communication بارت، غلبوني كثير فرفعتهم اول امبارح على الجوجل درايف وزودتكم باليو ار ال بدل ال 12 بارت. وبالنسبه لمحاضره الاسبوع هذه اللي كانت عن الليسننج والامباتيك ريسبوندينج، برضه موجوده عندكم على الاي ليرنينج على شكل لينك. تمام، طبعا اللينك هو فيديو مشروح المادة، في كل سلايد عليه تعليق، المفروض انه ترجعوا لها خلال يومين اللي هو خلينا نحكي الثلاثاء والاربعاء، واذا في اي سؤال عليها نعمل له كلاريفيكيشن بمحاضرة الاربعاء بالديسكشن. يعني فعليا الاربعاء ما راح يكون في شرح لانه اوريدي المادة انشرحت، ما بشرحها مرتين، اوكي؟ فاليوم إذا في حدا عنده أي سؤال عن المادة نفسها أو الماتيريال اللي شرحتها، إشي مش مفهوم، ممكن أفتح على السلايدز ونجاوبها. كرم، بتحاول تحكي يا كرم في إشي؟ لا دكتور. أوكي، ما في مشكلة. طيب، فإذا مثل ما اتفقنا نظامنا، الاثنين بتنزل المادة مع تسجيلها، بتقرأوها وبتشوفوها، إذا في أي أسئلة بنحكيها الأربعاء. فهاي الشغلة. النقطة الثانية اللي كنت بدي أحكيها، رقم 3 بدي أحكي على البروجكت. طبعا المفروض إنه توزعت ووزعكم محمد على شكل جروبات، بكل جروب طلبت يكون فيه 8 طلاب. ال8 طلاب شو المطلوب منهم؟ طبعا توزع عليكم أكيد أدوية. هلأ هاي الأدوية كل واحد أو كل مجموعة بدها تمسك دواء، بدها تعمل عليه كونسلينج أو إديوكيشن، ماشي؟ يعني بدك تتخيل إن هذا الدواء اللي أنت ماسكه بدك تعمل عليه بروشور، البروشور هذا بدك تحكي عنه لما يجيك مريض على الصيدلية مثلا، بدك تعطيه أو لما مثلا ككلينيكال فارماسيست بالمستشفى بدك تحكي لمريضك عن هذا الدواء كيف يستخدمه، فهي patient education أوكي أو counseling. إيش مرجعنا كمرجع علمي عشان نعتمده؟ بدنا نرجع على الليكزيكوم، أكيد كلكم تعاملتوا معاه، فبتروحوا على ال patient education البارت اللي هو المخصوص في الليكزيكوم، تفتحوا على سوري بتفتحوا عليه، بتحطوا الميديكيشن، بعد هيك بيطلع لكم اسم الدواء والبيشنت اديوكيشن اللي على هذا الموضوع. تمام، هلا بالنسبة للبروشور موعد تسليمه الديدلاين هو 15/12، طبعا يعني تقريبا معاكم شهر و4 أيام أو 5 أيام. الديدلاين هيك عشان بدنا آخر بعد هيك نراجع الماتيريال قبل ما إنا نطبعها. هلا المطلوب لما تسلموا البروشور بتسلموني اياه اونلاين على الاي ليرنينج، راح احط لكم لينك للتسليم. هاي وحده. اثنين، راح تسلموني اياه مطبوع برضه ورقي على بس ورقه A4، يعني ورقه اذا ما حكيت طباعه تجريبيه على ورقه عشان نشوف ايش الاشياء اللي ممكن احنا نظبطها ونعدل عليها قبل ما انه نعطيكم بيرميشن او خلص نحكي انه راح نعتمد هاي النسخه النهائيه ونطبعها. طباعة البروشور ما رح تكون عليكم، رح تكون على الكلية، فما رح يتحمل الطالب أي أعباء طباعة باستثناء بس إنه طبع لي الـ A4 اللي هي الورقة البسيطة. هاي بالنسبة للبروجكت، وحكينا موعد التسليم آخر شيء 15/12. هلأ كيف رح إحنا بعد هيك نعمل الـ شو اسمه، يعني كيف رح نشوف آلية إنه نطبقها، اللي هي راح تكون على الأغلب على شكل إيفنت، بس لسه التفاصيل ما دخلنا فيها، يعني خلينا نحكي لسه ما وصلت للقرار النهائي كيف إني أرتبها. يعني ممكن تكون عبر على يوم أو يومين خلال الأسبوع محدد،
راح يكون هو هذا الأسبوع الأغلب، اللي هو الأسبوع اللي قبل امتحانات الفاينل اللاب، أوكي؟ آخر أسبوع قبل امتحانات الفاينل العملي. راح يكون خلال يوم حكيت لكم أو يومين، بنوزع الجروبات بهذا الشكل. هذا مبدئيا هيك لحد الآن، بعدين نحكي بالتفاصيل مين يجي من الطلاب وغيره، بس أهم شيء إنه يكون تسليم البروجكت آخر موعد 15/12 عشان نلحق نراجع المادة العلمية ونعطي أمر طباعة عليها، لأنه عددكم كبير فيعني بدنا وقت، ورح تكون معي تي اي تساعدني. هاي بس بالنسبة للبروجكت، ومثل ما حكيت لكم هي patient education طبعا باللغة العربية. لغة مزبوطة، صياغة مزبوطة. بالنسبة للجماعات أو الطلاب الجروبات اللي اختارت الإنسولين، أي نوع من أنواع الإنسولين بدها تحاول إنها تجيب معها، حتى بالإضافة للبروشور اللي هي devices البين مثلا، أو الناس اللي أخذوا مثلا devices للإنهيلر زي مثلا الفوردي الإنهيلر، تيربو هيلر مثلا، الديسكاس، الفنتولين، هدول بدنا إياهم على شكل devices. ممكن طبعا إذا ما حصلتوا devices منكم تروحوا على صيدلية التشبيهية وتطلبوا تستعيروهم منهم بيساعدوكم فيها، أو إذا ما قدرتوا تروحوا هناك طبعا ممكن تحكوا لانا ولمحمد الشرع وهم بيساعدوكم يدبروا لكم الديفايسز. فلانا ومحمد اثنيناتهم بيساعدوكم بهذا الإشي. بس هاي بالنسبة للبروجيكتس. في حدا عنده سؤال هون عن البروجيكت تسليمه، إيش اللي بدنا نعمله؟ زي ما حكينا education عن الدواء نفسه، ولا مانع كمان نحط بالبروشور نفسه صورة الدواء، تمام؟ وكمان في شغلة، احنا بدنا نروح على الفورميولاري يعني نشوف ايش الدواء اللي احنا عنا اياه كبراند بالأردن، اوكي؟ نحط براند واحد مثلا كمان انه بنصرفه بالأردن موجود عنا، ممكن نحط صورته داخل البروشور، وبالإضافة طبعا للمعلومات الإديوكيشن أهم المعلومات عنه. شو في عندكم أسئلة على موضوع البروجكت؟ في حدا عنده على الأسئلة عن محاضرة المرة الماضية Communication Barriers or Barriers to Communication أو محاضرة Empathic Responding and Listening؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب، إذن مثل ما اتفقنا الأسبوع القادم ما في لاب، أوكي، ما في سوري ميتينج يوم الأربعاء، بيتأجل الميتينج أو عادي بشوفكم الأسبوع اللي بعده، بنعمل discussion لا أي أسئلة عندكم على محاضرة الأسبوع هذا ومحاضرة الأسبوع الجاي مع بعض، أوكي؟ أوكي، في جروب هون أنا هلأ اتذكرت، بس أعطوني دقيقة، اتذكرت إنه في طالبة اللي هي حفصة، حفصة أنا نسيت موضوع حفصة لأنها مش حاضرة هون، نسيتها. جروب حفصة، السبع طلاب اللي مع حفصة بليز احكوا لحفصة ايش الاشي المطلوب منها، اشرحوا لها اياه، مش رح هلا يعني استطيع اعيده، احكوا لها ايش الاشياء المطلوبة منكم كجروب وقسموا الشغل بيناتكم. طبعا احكوا لها انه الاسبوع الجاي next Wednesday there is no lecture, okay, there is no meeting on 7 o'clock. وبس هذا المطلوب يعني تحكوا لها اياه. حدا عنده أي استفسار بغض النظر عن أي نقطة؟ عندكم أي أسئلة؟ ترى غلطة البروشور راح يكون باللغة العربية؟ نعم أكيد، لأنه بالنهاية هو إشي واقع عملي، فإحنا بدنا يعني يكون هدفنا الإديوكيشن مثلاً كيف نعمل communication about the patient counseling in Jordan، فأكيد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة. يعني ممكن أنا يكون في عندك ناس تمر تشوف الإشي اللي أنت بتحكي عنه، ممكن موظفين على حسب، لسه يعني إحنا ما قررنا كيف يكون شكلها، هل هي outdoors ولا indoors. يعني ممكن إذا كانت أكيد الجو خلال الأسبوع ممكن يكون شتاء، فممكن نعملها بالسكوير. إذا كانت أسبوعها مثلا لطيف، أنا مش عارفة 15-12 بجوز بعز الشتاء بتيجي، ما بزبط أن نعملها برا إلا إذا عملنا خيمة كبيرة. يعني هاي التفاصيل خليها لبعدين بنشوفها، بس أنتي الفكرة أنه رح يكون الناس من داخل الجامعة اللي رح تمر عليكي، أوكي، سواء طلاب سواء موظفين، فأكيد اللغة المعتمدة بدنا نكون نحكي معهم باللغة العربية. تمام، خلص. إذا ما في لحد هون أي سؤال دكتورة؟ عفواً، بس شلون يعني مثلاً صيغة الكلام؟ هل يعني
نكتب ان مثلا كأن انا قاعد اكلم مريض او اكتب بطريقة علمية على البروشور؟ لا، هي دائما الـ patient education ما بتكون بطريقة علمية، يعني بتكون لغتها بسيطة لأنها بتخاطب العامة، بتخاطب واحد مريض مش متعلم. فأنت لما تفتح على الليكزيكوم، تعرفوا بكلكم برنامج الـ شو اسمه دكتورة الليكزيكوم لكزيكم صار فيه مشكلة إنه صار له فترة مو شغال حق الجامعة، ما أدري ليش على حساب أنا الجامعة. الفصل هذا صراحة ما عملت عليه تشيك، أنا هذا الفصل لأني ما بدرس مساق الحالات السريرية، بس لغاية الفصل الماضي كان شغال. هذا الفصل أنا عندي لاب تقييم، فما بنستخدم الليكزيكوم، فما شيكت عليه. طيب في طريقة تانية إنكم تعملوا دكتورة داونلود كأنه أو انستول. هذا الفصل أها عم بيخلونا نستخدم up to date، يعني حتى بلاب الكيسز نزلت طيب لنا مش لينك. مشكلة، تمام. ما في مشكلة. الـ up to date في your patient education. لما تفتح يا يحيى على الـ patient education سواء على الليكزيكوم أو على الـ up to date، لما تقرأ أنت أصلا الماتيريال اللي حاطينها كـ patient education، راح تحس إنها هي عبارة عن simple language، أوكي؟ ما فيها مصطلحات علمية، فأنت بس بتعمل على ترجمتها، تمام؟ بس أكيد طبعا باللغة الفصحى. مثلا عليك أخذ الدواء بعد تناول وجبة الطعام، ماشي؟ طبعا هيك بس يعني simple example. ماشي اوكي دكتورة. دكتورة بعد سؤال، مثلا أنا ما حصلت جروب، عادي أسوي بروحي؟ لا، ليش ما حصلت جروب؟ ما أعرف أحد بالجامعة. لا، ما بتعرف نهائيا حدا من دفعتك؟ أي بس مو مسجل مهارات. يعني انت لحالك مسجلها؟ طب ممكن تدخل مع جروب من الجروبات اللي اوريدي يعني توزعت وتدخل معهم. انا ما بعرف هو كمل لسه، يعني محمد خلص ولا لسه؟ كأنه لسه دكتورة، لأنه اليوم نزل حكى إنه ابعتوا لي أسماءكم، لأنه إذا ضل طلاب مش موزعين حيوزعهم هو، اوكي أو مش ملاقيين، خلينا نقول مش لاقيين جروبات حيحطهم بجروب. معناته هو ما تم التوزيع بشكل نهائي لسه يا لا يحيى. لسه. ممكن تتواصل، تمام، ممكن تتواصل مع محمد وهو تلقائيا، يعني راح يكون اكيد لك مجال. يعني انا مقسم الجروبات مبينة ثمانيات، بس كأنه في جروبين او اربع جروبات، لا اربع جروبات راح يكونوا 9 طلاب، لانه في اربع راح يكونوا زيادة. ما تعمل لحالك يحيى، ما في داعي تعمل لحالك ويعني تتكلف لحالك الجهد كله، عادي اشتغل مع الـ8 طلاب. تمام، شكرا دكتور. أهلا فيك. أوكي، هاي بشكل عام اللي هي الأشياء الرئيسية اللي كنت أحكيها. بركز مرة تانية على الديدلاين للناس اللي دخلت متأخر. الديدلاين راح يكون تسليم البروجكت بـ15/12 الأسبوع القادم. ما في ميتينج يوم الأربعاء الساعة 7، بيتأجل الميتينج أو بنضل على موعد الميتينج اللي هو الأربعاء اللي بعد الأسبوع الجاي. أوكي، بس خليني أعمل داونلود للأتندنس ليست. يعني هلأ متى التسليم؟ أنت هلأ دخلتي ولا من أول معنا؟ لا صراحة هلأ دخلت لأنه ما كنت لاقي اللينك. تسليم 15/12. تمام، سلم إيدك يا أوكي. رح يكون التسليم على الإي ليرنينج سوفت كوبي، ورح يكون تسليم هارد كوبي اللي هي ورقة بس A4 تسلموني إياها ماكسيمم طبعا 15/12 ديدلاين، بس عشان نراجع لكم الماتيريال ونعتمدها بعدين نعطي أمر طباعة لإلها، بس أنتم ما رح تطبعوها، إحنا اللي رح نطبعها، يعني الكلية رح تتكلفها. إذا في أي سؤال تاني لناس بتدخل متأخر ارجعوا للتسجيل. اوكي، هيك نكون كملنا محاضرتنا لليوم ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي بعد القادم. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب.